اسمي عبد الهادي مبارك، سن 37 سنة، حاصل على الإجازة الأدب الإنجليزي بروموسيون 2006. من بعد ما شديت الإجازة بقيت كأي موجز تنقلب على خدمة، دفعت لي كونكور، دوزت لي كونكور بزاف، دوزت البوليس، دوزت لي جندارم، دوزت لي زوفيسيي في البوليس، دوزت بزاف ديال الكونكور، التعليم، الناس، الأساتذة، يعني كاع لي نيفو، كاع اللي تيخولها ليا الدبلوم ديالي دوزتها. دوزت لي كونكور ديال الجامعات المحلية، دوزت بزاف. وما جابش الله. من بعد خدمت في ضريت نخدم في البريفي. خدمت في الشركات ديال الحراسة، السيكوريتي، خدمت في الإدارة، خدمت يعني انتقلت للنيفو. خدمت نائب مدير، خدمت يعني كاع لي نيفو خدمت فيهم تقريبا ديال من بعد تبين لي بين الشركات يعني اول حاجه تستغلوا الانسان، يعني الصادر نازلين والخدمه كثيره، وفي نفس الوقت ما كتحققش داكشي اللي بغيتي دير ذاتك ديالك، يعني الصادر فيكس. من بعد فكرنا انا والاخ ديالي نديروا مشروع، ولو انه بتي بروجي يعني كيتطور، يعني نكونوا عمل حر كما تيقول عمل حر. صافي داكشي جاتنا الفكره ديال هذا المكان، حيت شفنا كتمشيها، شفنا يعني الناس كاين عليها اقبال. صافي فكرنا في هذا المشروع هذا وبديناه، يلا شي 4 شهور باش بدينا هنا دابا. كاينه فترات صباحيه وفترات مسائيه، يعني في الصباح وفي العشيه. في النهار ما كنديروش الغداء، كنديروا الفطور وكنديروا في العشيه الكوتي، كنديروا الفطائر، الحرشه، الرغايف، داكشي الحريره بصراحه الرايب، يعني بزاف داكشي اكلات خفيفه، يعني ماشي العشاء وماشي الغداء. احنا كنطيب نصايبو، كاين معنا العيالات اللي كيخدموا، وحنا حنا كنخدموا بيدينا، يعني باش ما نجيبوا واحد اخر يخدم ولا لا، كنخدموا بيدينا حنايا. عندنا شويه خبره في هادشي هذا ديال الماكله. بالنسبه لكيفاش تا الفكره، كيفاش جاتنا الفكره، هو بحكم الموقع اللي هو جا وسط المدينه في السونتر فيل، ما كاينش شي حاجه، يعني شي حاجه قليله اللي بحال هكا تيديروا الرغايف والمسمار والحرشه وداك الشيء، الفطورات حريره والبصاره وداك الشيء. فيما مشيتي كتلقى غير طاكوس شاورما، كتلقى يعني حنا قدرنا نديروا شي حاجه اللي مختلفه على المحيط اللي فيه، اللي كاينين اللي خدامين فيه حنا دابا، يعني اللي فيه المحل. الناس هادو كنشوف كنأكلو عندهم هنا فين العشيه وفي الصباح بهاد الاحيان، عندهم زعما ماكله داكشي زوينه، داكشي عندهم في المتناول، كيديروا بصره، كيديروا حريره، كيديروا اتاي، زعما داكشي مزيان. وكنشجعوا حتى حنا المبادره ديال الشباب هادو، زعما ديال هاد الشباب ديال سميتو، زعما من الاحسن اللهم هاد الخدمه هادي اللي خدامين فيها، ولا يلتجؤوا لشي حاجه اخرى، والمهم داكشي عندهم غادي مزيان هائل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.